تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسري، فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري، فما أغفى لنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خصنا الله بشهر أيما شهري، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر، فكم من خابر صحى بما فيها من الأجر. روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر. ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر. ألا فالداخرا ها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري.